أهلا وسهلا بكم من جديد، معكم حنان من قناة سمسومة دي اي واي، سمسومة للأعمال اليدوية والأفكار السهلة والبسيطة. في هذا الفيديو دائما مع فن الريزن، وكيف ما سبق لي وعدتكم في الفيديوهات السابقة، غادي نشارك معكم تجربتي الأولى في صنع وعمل قواعد أكواب بالريزن. وهذا هو الشكل اللي أنا حصلت عليه. حصلت على الشكل الرخامي بشكل عشوائي، لا هو بدائرة ولا هو بمربع، على شكل تمويجات صغيرة. وانا كيف ما كتشوفوا هنايا دخلت هذه الثلاثة الوان، اللون الابيض مع الذهبي وايضا اللون الشفاف، غير باش نحصل على نفس تقريبا شكل تقريبي لهذه الصينية اللي سبق لي وشاركتها معكم. وهذه الصينية الصراحة هي اللي كانت التجربة ديالي الاولى، اول مرة غادي نجرب نعدل ونصنع شي حاجة بفن الريزن، وهذه هي النتيجة. طبعا الصراحة الالوان ما كتبانش كيف ما هي في التصوير، الحقيقة احسن. المهم انا عجبتني في الحقيقة احسن من التصوير، حيت التصوير كيبان ديك اللون الذهبي، لون في شي شكل عامل، وهذه هي النتيجة. وطبعا لمن يهمها الامر ولم تشاهد فيديو التجربه، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. اما هنايا كيف ما قلت لكم، حاولت نخدم هاد قواعد الاكواب وحصلت على هاد النتيجه هذه. والكل المهتمات وبالاخص المبتدئات اللي باغيين يجربوا يبداو في هذا الفن هذا، فانا سبق لي وشاركت معكم في فيديو سابق كان عباره عن الجزء الاول، واللي عرفتكم فيه تعريف بسيط على فن الريزن، وايضا شاركت معكم بعض اللوازم والادوات اللي كنحتاجوها لبدء هذا الفن. كاين فيديو اخر هو عباره عن الجزء الثاني، وشاركت معكم فيه تجربتي في صنع قالب سيليكون لعمل صينيه بالريزن، وهناك جزء ثالث، وفي الجزء الثالث شاركت معكم فيه تجربتي بالتفصيل الممل في مزج وخلط مادة الريزن بالمصلب، وأنا جربت نوعين مختلفين من الريزن. وكيف ما قلتكم، لمن يهمها الأمر سأترك لكم كل الروابط في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، وستكون عبارة عن دورة تعليمية بسيطة، منها أنا أتعلم معكم ومنها أشارك معكم تجربتي مع هذا الفن. وأيضا ترقبوا في فيديو مقبل، غادي نشارك معكم هذه الصينية، هي صينية خشبية وطبعا أدخلت عليها فن الريزن، وهذه هي النتيجة أنا التي حصلت عليها. هذه التجربة سأشاركها معكم في فيديو قادم إن شاء الله. أما هنا رأى أنا طولت عليكم بزاف، فغادي نشارك معكم كيف ما قلتكم طريقتي أو تجربتي في صنع هذه القواعد هادو. بالنسبة للأشياء اللي غادي نحتاجها أنا في هذا الفيديو طبعا لصنع هذه القواعد هادو، أول حاجة طبعا إضافة إلى الريزن، إلى مادة الريزن والمصلب. أنا غنستعمل هذا الريزن هذا، هذه النوعية هذه. غنحتاج أهم حاجة لهذا الونطيس هادو طبعا، لأن كيف ما قلتكم سابقا مادة الريزن هي مادة كيميائية، لهذا غادي نستعملو هذا الونطيس، هذه القفازات هادو. أيضا غادي نحتاجو إضافة الى الريزن، غنحتاجو هاد الالوان هادو. انا شريت هاد الالوان من علي اكسبريس، نتوما يمكن لكم تستعملوا الالوان اللي متوفره، يمكن لكم تستعملوا حتى الالوان الاكريليك حسب المتواجد. غنحتاج لهاد الشيته للصباغه، هي اللي صبغت بها هاد القنيتات هادو. وغادي نحتاج لهاد الاكواب بلاستيكيه، فيها غادي نخلط ماده الريزن وغنخلط حتى الالوان. وهاد الاعواد الخشبيه يمكن لكم التعويض ديالها بالاعواد، اعواد الايس كريم العاديه حسب المتواجد. وطبعا سيس ما قلت لكم شيء، غادي نحتاجوا الميزان، اهم شيء الميزان هو اللي كنوزنوا به. وغادي نحتاجوا الورق الصنفره اللي كنسبكوا به هاد الحواف هادو، ويمكن تحتاجوا حتى هاد البريكي هذا، هاد الولاعه هادي، اذا كانت النوعيه ديال الريزن كتخلي لكم في النهايه بعض الفقاعات، كنطفيو الفقاعات بهاد البريكي هذا. انا الصراحه النوعيه ديال الريزن اللي استعملتها دابا ما كانتش كتخلي لي فقاعات مره، النوعيه صراحه جيده، لهذا ما احتجتش لهاد البريكي هذا. اول حاجه غادي نبدا معكم فيها هي عمل قوالب السيليكون لهاد القواعد. يمكن لكم تستعملوا للرسم هاد القواعد القديمه والرسم عليها، سواء المربعه او الدائريه حسب المتواجد، ويمكن لكم تستعملوا حتى اغطيه البرطمانات سواء الدائريه ايضا
او المربع اللي كتكون في هذا الشكل هذا. انا غادي نستعمل هذا الشكل هذا، عجبني على شكل مربع بهذه التقويصات هادو، هو اللي غنستعمله للرسم. وغادي نحتاج انا غادي نستعمل هنايا هذا ورق الفرن او ورق الزبده. في الفيديو السابق اللي شاركت معكم الصينيه، قالب الصينيه استعملت بلاستيك، يمكن لكم تعويضه بالبلاستيك حسب المتواجد. انا حاليا عندي متواجد هذا الورق، غادي نستعمله للرسم فوقه والعمل هذا القوالب هذه. كيف ما قلت لكم غادي نستعمل انا للرسم هذا النموذج هذا، هذا الغطاء. وفقط في البدايه غادي نقوم بالرسم العدد الذي اريد. عملت 6 بهذا الشكل هذا، وغادي نعمل حتى هذا القالب الدائري. نستعمل انا هذا احسن. بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نجيب سيليكونه. انا غنستعمل هذا السيليكونه، وهذا السيليكونه كتباع عند الدروغري رخيصه، وفي نفس الوقت كتخرج سميكه، ماشي بحال السيليكونات مسدس الشمع اللي كنستعملوها بالضوء. كيف ما قلت لكم بالنسبه للمغاربه راه كتباع عند اي دروغري، هي اللي غنستعملها. ودابا ما ساقوم به هو الرسم بهذه السيليكونه. وكيف ما كتشوفوا هنايا انا غنستعمل دابا هاد شويه د الماء مع الصابون، صابون الصحون، غادي نستعملو باش نقومو بتعديل وتلميس هاد السيليكونه هادي. ويمكن لكم تعويض هاد الماء والصابون بالفازلين، وانا قمت باستعماله في القالب الصينيه. ولمن لم تشاهد قالب الصينيه ساترك لكم الرابط في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. اما هنا فقط لتعديل هذه السيليكونه وتلميسها وتشكيلها حسب الرغبه لكي لا تلتصق السيليكون بالأصابع كما تشاهدون هنا. ونقوم بالتعديل بهذا الشكل. تعديلها فقط من الداخل. يمكنكم كما فعلت انا في الصينيه عمل تموجات هكذا، تموجات صغيره حسب الرغبه بهذا الشكل. انا ساتركها عاديه هذه المره. والان ساضيف طبقه اخرى بهذه السيليكون للزيادة، سأضيفها من هذه الجهة. هيدا أنا كنضيف هذه الطبقة باش ما يتسرب ليش الريزن من اللي نعمله، باش تكون طبقة سميكة وما يتسربش الريزن بين هاد الجهات هادو. وهكذا من آونة لأخرى كنقوم بسبك وتعديل هاد القوالب هذه. ومن بعد ما غادي نزيد الطبقه الثانيه كيف ما قلت لكم باش ما يتسرب لي شي الريزن من هنايا، غادي نخليها حتى تيبس عاد نرجع ليها. كما تشاهدون هنا ها قد عدت بعدما جفت القوالب، جفت السيليكونه. هذه هي القوالب التي ساستعملها انا كما تشاهدون هنا. قمت بعمل طبقتين فوق بعض لاحصل على طبقه سميكه هنا، وهذا هو الشكل هذه القوالب التي سأحتاجها. هنا قوالب مربعة وهنا دائرية. الآن سأنتقل لمرحلة تعبئة هذه القوالب، وسأبدأ بالمربعة في هذا الفيديو.
في هذا الفيديو ايضا غنستعمل هذه النوعيه من الريزن، وهذه النوعيه كتطلب مني كميتين من الريزن مع كميه واحده من المصلب. وكيف ما كتشوفوا هنايا انا كنوزن الكميات، ودابا غادي نقوم بالخلط والمزج جيدا حتى يمتزج المكونين مع بعض. هنا كنجيب الملونين اللي عملت كل واحد في كوب، وغادي نقوم بتلوين الريزن اللي حصلت عليه. انا اخترت هنايا اللون الذهبي وايضا اللون الابيض، وغادي نقوم ايضا بالمزج جيدا لاحصل على اللون المطلوب. بعدما قمت بتخليط كما تشاهدون بمزج الالوان التي اريدها، سأبدأ الان في التشكيل، وطبعا سأترككم مع الفيديو. سأشتغل هنا 4 قوالب، أحضر اللون الأبيض وسأقوم بسك به، أسكب عشوائي بعشوائية أيضا هنا وأيضا هنا وهنا. ثم سأبدأ في التشكيل بالطريقة التي أريدها. هنا كنحاول نحصل على نفس الشكل او شكل تقريبي للصينية المموجة اللي سبق لي خدمتها معكم. استخدمت طبعا نفس الالوان فقط باش يكون الطقم متكامل هكذا. ثم بعدها سأضيف اللون الشفاف كما ستشاهدون هنا، سأضيف طبقة شفافة. ومجددا سأشكل من جديد. ودابا من بعد ما حصلت على الشكل التقريبي اللي انا بغيت، ساتركه ليجف لمده ليله كامله. طبعا المده غادي تختلف حسب نوعيه الريزن اللي غادي تستعملوا. انا النوعيه اللي استعملت كتيبس اقل من 24 ساعه، راه كتيبس. كاين بعض النوعيات اللي كيتعطلوا عاد كيبسوا يمكن يومين ولا 3 ايام، بحال اللي قلتكم على حسب النوعيه اللي غادي تستعملوا. المهم انا النوعيه ديالي اقل من 24 ساعه حتى كتكون يابسه. ودابا نخليكم ومن بعد نرجع. وهنا رجعتكم من جديد من بعد ما مرت اكثر من 24 ساعه. دابا كما غتشوفوا غادي نزول هاد القطع من هاد القوالب. انا كنحاول نحافظ على هذا القالب اذا احتجته مره اخرى،
وهذا هو الشكل كيف ما كتشوفوا. هنا عندي هاد الاربع قطع. دابا غادي نجيب ورق الصنفرة الليخة وغادي نقوم بالسبك ديالو من هاد الجهة الحواف. وهنا كيف ما قلتكم كنجيب هاد ورق الصنفرة هذا الليخة وكنبدا نشكل هاد الجهات هادو، كنبقى نملسهم شوية بشويش باش ما يبقاوش كيجرحوا بحال هيدا، فقط بهاد الورق هذا وغنبقى نملس. هنا كنملسوه مزيان حتى ما تبقاش هاد الجهه كتجرح، كترجع رطبه وملسه. بنفس هاد الطريقه غادي نقوم بتلميس هاد القطع المتبقيه. وهنا من بعد ما قمت بتلميس كل هاد الجوانب ديال كل قطع طبعا، دابا غادي نجيب هاد الصباغه. انا عندي صباغه ذهبيه، غادي نستعمل نفس هاد الصباغه هادي، يمكن لكم تستعملوا اي صباغه ذهبيه عندكم. وغادي نقوم بصباغة غير هاد الجوانب او هاد الحواف هادو بهاد اللون هذا. انا هاد الذهبي ما عجبنيش، غادي نزيد بان لي الذهبي خايب، غادي نخلط هاد جوج الذهبي مع بعضيتهم وبه غادي نقوم بالصباغة. دابا من بعد ما انهيت صباغه كل حواف ديال هاد الاربعه القطع كيف ما كتشوفوا، غنخليهم يبسوا عاد نرجع لكم من جديد. ورجعتكم من جديد من بعد ما جفت هاد الصباغه هذه اللي صبغت بها هاد الحواف، وهذا هو الشكل اللي حصلت عليه في الاخر. كيف ما كتشوفوا هنايا شكل عشوائي رخامي، وخا انا رسمت بشكل مربع وفي هاد التقويصات من هنايا، الا اني حصلت على هاد الشكل العشوائي به بعض التموجات. والصراحه انا عجبني هاد الشكل حسن من كان يجي عادي، كيجيو على شكل رخامات مقطعين بعشوائيه، وهذا هو الشكل ديالهم. اذا كتشوفوا راه بريو، انا بالعاني جبت هاد الضوء هذا باش نوريكم هاد البريو اللي فيه، حيتاش في التصوير غالبا ما كيبانش في التصوير بحال اللي هو. وهذا هو الشكل اللي حصلت عليه في الاخر. قواعد اكواب بفن الريزان باسهل طريقه طبعا للمبتدئات مثلي، وهذا هو الشكل النهائي. وهكذا كنكون وصلت لنهايه هذا الفيديو، نتمنى تعجبكم الفكره اليوم. الى ان نلتقي في فيديو جديد، دمتم في رعايه الرحمن والى اللقاء.